قال الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوكالة استكملت جميع الاستعدادات المتعلقة بموسم عيد الأضحى المبارك من خلال تسهيل إصدار تراخيص لاستيراد الحيوانات الحية واللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. سعادة الدكتور، كل عام وأنتم بخير. ما هي استعداداتكم لاستقبال موسم عيد الأضحى لهذا العام؟ كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير شعب مملكة البحرين. في البداية يسعدني أن أتقدم إلى مقام سيدي صاحب السمو جلالة الملك المهدى حر تاني وتبركات، وإلى صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بحر تهاني وتبركات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعلى ونتمني المزيد من اليمن والبركة على مملكة البحرين. في الواقع أن مملكة البحرين ووكالة الثروة الحيوانية ممثلة بتوجيهات المهندس عصام خلف وزير الأشغال بوضع كل التسهيلات المتعلقة بالاستيراد المواشي استعدادا لهذه المناسبة الكريمة المباركة. فعكفت وكالة الثروة الحيوانية على تسهيل كل الاحتياجات المتطلبات اللي هي مطلوبة من شهر يونيو الماضي في إصدار التصريحات الخاصة للمستوردين بالاستيراد المواشي الحية واللحوم المبردة والمجمدة، كذلك تجهيز المحاجر لاستقبال هذه المواشي. في الواقع تم استيراد ما يقارب من فترة شهر واحد حوالي 58,000 رأس إلى هذا اليوم، وما يقارب من حوالي 3.6 طن من اللحوم الدواجن و2000 طن من اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة، وهذه هي الاحتياج الطبيعي لاستهلاك مملكة البحرين في هذه المواسم. لله الحمد كان جميع هذه المواشي تم الكشف عليها من قبل أطقم فنية مختصة للتأكد من خلوها من عدم خلوها من أي أمراض حيوانية، وعليه تم الإفراج عنها لإيواءها في حظائر تجار المواشي. نعم دكتور، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمواطنين والمقيمين فيما يتعلق بعملية الذبح؟ طبعا احنا دائما ما نؤكد ان الصحة هي الهدف الاول للمستهلكين اللحوم. دائما ما ننصح ان جميع هذه المواشي ان تذبح في المسالخ المعتمدة لمملكة البحرين او المسلخ الموجود في سترة ويدار من قبل شركة المواشي، شركة مواشي البحرين، وايضا المسلخ الموجود في الحملة، وهناك اطقم فنية بيطرية تشرف على ذبح هذه المواشي للتأكد من خلوها من أي أمراض. فنصيحتنا طبعا للقائمين على أو المشترين والمضحين في هذا المشهر الكريم أن يكونون حذرين فأن يتم ذبح هذه الحيوانات في المسالخ المعتمدة تفاديا لأي تقارب من خلال تواجدهم في هذه المسالخ. المسالخ مهيئة وهناك ذبح وتوصيل الى المنازل من قبل هذه المسالخ، فلا يوجد داعي ان يكون هناك وقوف في طوابير في هذه المسالخ. ما ننصح فيها ان يكون هناك هذه الاضحيات تكون موجوده في هذه المسالخ مسبقا، وبالتالي يتم ذبحها في ايام التشريق الثلاثه، فما لا يكون هناك داعي ان يكون الذبح في اول يوم، إنما يكون في الأيام الثلاثة أيضا يعني المشرع شرع في هذا الأمر. فتحاول تفاديا لأي ازدحامات وتفاديا لأي كثافة في أول يوم، ننصح أن يكون هناك الذبح في أيام التشريق الثلاثة الأوائل. نعم الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.